معايا الحقيقه استاذ محمد اتريبي امبارح نائب رئيس اللجنه، ودايما كان كل كلامي الفني معاه قال لي ماليش دعوه، كلم كابتن حسين السيد. فانا ما صدقت حضرتك معايا النهارده كابتن على التليفون. تحت امرك يا كابتن ابو العين، تحت امرك في اي وقت. قصتين، قصه التجديدات طبعا وملف التجديدات شاغل جماهير الزمالك بشكل كبير جدا، سواء اللاعبين المصريين ونجوم الفريق او سواء كمان اشرف بن شرقي. خاصه يا كابتن السنه اللي فاتت لما حصل بعض التجديدات لنجومنا زي زيزو والونش، وشفنا اكتر من لعيب نفسيته اختلفت والاداء اختلف، فده اعتقد ممكن يدي بوش قوي جدا للعيبه. فانا عايز اعرف حضراتكم بتفكروا في الملفات ازاي، وتحديدا بن شرقي يمكن علشان هو اللعيب المحترف وعندنا تجربه السنه اللي فاتت، فدي ممكن تكون قلقانه شويه. والله بص بن شرقي، يعني برضو الكلمة اللي أنا عايز أقولها أو الأصلح في الفترة دي هو محلك سر، مفيش أي جديد ومفيش أي تقدم في الطلب أو الشرط الجزائي بتاعه. إحنا قلنا له طلباتنا وهو لسه مصر على الشرط بتاعه، فإحنا يعني بنحاول نزحزح الأمور شوية كده في هذه البند أو في النقطة دي. فلغاية دلوقتي طبعا الولد في معسكر، سواء في النادي لما كان موجود في الماتشات وبعدين جه من النادي سافر، فبرضه لسه ما جاش. فاول ما يجي ان شاء الله اعتقد ان هو هيكون عندنا رد شافي وايجابي باذن الله الفتره يعني اللي جايه لما يرجع ان شاء الله. مهم يا كابتن نعرف بقى قرار نهائي، لان المماطله دي مش لمصلحه حد، حتى هتشتته هو على المستوى الفني، وهتخلينا احنا ندخل ممكن في كلام كتير على مع من الجماهير، كلام كتير. انت عندك الدوري كلنا عارفين هو مشتعل جدا السنه دي، والمنافسه شرسه، وكل فرق مدعمه بشكل كبير، هيحصل جدل، فعايزين نقفل الجدل ده يا كابتن حسين. اتمنى ان هي تخلص في الفتره اللي جايه ان شاء الله كابتن اول ما يرجع حتى باذن لو الله. بكلام معلن يا كابتن، على فكره حتى لو بكلام معلن كل واحد يتحمل قراره، احنا عندنا النية مثلا وانت بتتكلم بالظبط معاه. بس كده، بالظبط ده كلامك مظبوط، يعني اول ما هنوصل لقرار اكيد طبعا هيتقال لنا كابتن سواء موجود او سواء مش موجود.